شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العلي العظيم. كان كلامنا فيما مضى حول منازل الآخرة، وقلنا إن أول منزل من هذه المنازل هو الاحتضار، أما المنزل الثاني من هذه المنازل فهو الموت. هذه الحقيقة، حقيقة الموت، تشكل أهم حقيقة أو واحدة من أهم الحقائق في حياة الإنسان. نحن كثيرا ما نغفل عن هذه الحقيقة، لأنه الإنسان في خضم الحياة وفي خضم آلامه وآماله ومشاكله الكبيرة والصغيرة يغفل عن هذه الحقيقة، مع أن هذه الحقيقة والالتفات إلى هذه الحقيقة يتوقف عليها السعادة الأبدية للإنسان. كان أحد العلماء يوصي ولده، الولد كان ينقل هذه القضية، يقول: أنا كنت في مقتبل الشباب وفي أيام الشباب، والشباب يمثل نوعا من السكر، سكر الشباب، فكنت أذهب مع أصدقائي وأسهر معهم، ربما كان يسهر معهم في الحلال أيضا. يقول: أبي في يوم من الأيام قال لي: يا ولدي، أنت مهما تريد أن تفعل فافعل، أنا لا أنهاك عن شيء، أن تذهب مع أصدقائك، ولكن أنا لي كلمة واحدة، وهذه الكلمة الواحدة أنه تذكر في
في يوم من الأيام تكون وحدك، في يوم من الأيام تكون وحدك، بعد لا يوجد معك أبوك ولا أمك ولا إخوانك ولا أصدقائك. أنت تذكر هذا اليوم، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. الإنسان عندما يأتي إلى هذه الحياة يأتي وحده، وعندما يرحل عن هذه الحياة يرحل أيضا وحده. يقول هذا الولد: أنا في أيام الشباب ما كنت أفهم عمق هذه الكلمة من والدي، ولكن الآن عندما أصبحت شيخا كبيرا، كان عندما ينقل هذه القضية في حوالي 60 من العمر أو أكثر أو أقل، ولكن الآن هذه الكلمة عندما أتذكرها تهز كياني. هواي أخاف من ذلك اليوم، وأخاف من أبعاد هذه الحقيقة التي قالها لي والدي. وقد توفي هذا الرجل أيضا قبل يمكن عام عامية، ومات وحده أو في شبه حالة الوحدة. على كل حال، الإنسان في خضم هذه الحياة وفي خضم آمالها وآلامها ومشاكلها، يجب أن لا ينسى هذه الحقيقة الكبيرة، وهي حقيقة الموت. في الموت هنالك عدة مباحث وعدة تساؤلات. التساؤل الأول هو السؤال الذي يصطلح عليه في المنطق بمطلب ما، البحث حول الماهية والبحث حول الحقيقة. هذا أول سؤال عندما الإنسان يواجه حقيقة من الحقائق أو يسمع كلمة من الكلمات. أول سؤال يخطر بالبال السؤال عن الماهية والسؤال عن الحقيقة. ما هي هذه الحقيقة؟ ماذا يعني الموت؟ ما هو مفهوم الموت؟ هذا هو السؤال الأول. الموت له مفهومان. المفهوم الأول هو المفهوم اللغوي والمفهوم العرفي، الشيء الذي يفهمه الناس من هذه الحقيقة، الشيء الذي تذكره المعاجم اللغوية. هذا المفهوم اللغوي والمفهوم العرفي أن الموت عبارة عن فقدان الحياة وفقدان آثارها وفقدان لوازمها. الإنسان عندما يكون حي له إدراك، له شعور، له حركة إرادية، هذه الأشياء التي تلازم الحياة وتكتنف الحياة وتقوم الحياة. الموت يعني أن هذه الخصائص واللوازم والمكتنفات تفقد. الإنسان الميت يعني لا يشعر، لا يفهم، لا يريد، فقد الحس، فقد الحركة. هذا معنى الموت في المفهوم العرفي والمفهوم اللغوي. ولكن في النظر الديني الموت له مفهوم آخر.
الموت لا يعني هذا المفهوم الساذج الظاهري الذي نشاهده عندما نشوف ميت، يعني فقد كل شيء، يعني انتهى. هذا مفهوم ساذج للموت، هذا مفهوم سطحي للموت. الموت في المنطق الديني لا يعني هذا المعنى، وإنما الموت يعني الانتقال من نشأة إلى نشأة ثانية وليس أكثر من ذلك. وفي هذه الآية الكريمة الواردة في سورة الملك الله تعالى يقول: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. الموت مو معناته أمر عدمي، لا، مخلوق. شلون أن النور مخلوق من مخلوقات الله، الجماد مخلوق من مخلوقات الله، النبات مخلوق من مخلوقات الله، الموت أيضا مخلوق من مخلوقات الله. الآية صريحة في هذا المعنى: الذي خلق الموت والحياة. الحياة مخلوقة، الموت أيضا مخلوق. وهنالك رواية يرويها زرارة عن أبي جعفر الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. الإمام في هذه الرواية يقول: الحياة والموت خلقان من خلق الله. الله تعالى له مخلوقات كثيرة، من جملة مخلوقات الله الموت، فهو مخلوق. لا يعقل أن يكون الأمر العدمي مخلوقا، العدم لا يعقل أن يكون خالقا ولا مخلوقا ولا علة ولا معلولا ولا فاعلا ولا منفعلا. الموت والحياة خلقان من خلق الله. الإنسان ينتقل من نشأة إلى نشأة ثانية، مثل واحد ساكن في بيت ينقل من هذا البيت إلى بيت ثاني، ساكن في مدينة ينقل من هذه المدينة إلى مدينة ثانية. وحتى العجيب، هذا الشيء ورد في الأخبار، حتى هذا البدن، الإنسان يفقد هذا البدن عندما يموت، هذا البدن يتحول إلى تراب بعد فترة. العلقة التدبيرية حسب اصطلاح الحكماء الموجودة بين الروح وبين البدن، علقة تدبيرية من جانب وعلقة استكمالية من جانب ثاني، هذه تمثل العلاقة بين الروح والبدن، علقة تدبيرية وعلقة استكمالية. يعني أن الروح تدبر البدن، تدير هذا البدن. الآن أنا ما أتكلم، الروح هي التي تتكلم، أنتم لا تنظرون، الروح هي التي تنظر، ولكن عبر هذه الأداة. فهنالك علاقة تدبيرية، الروح تدبر البدن، وعلاقة استكمالية، الروح تستكمل بهذا البدن. وإلا الروح كيف تصبح عالمة؟ عبر العين والنظر واللمس والتجربة. فعلاقة ذات جانبين وذات بعدين. على كل حال، حتى إحنا عندما نموت، هذه الحقيقة وردت في روايات، ولعلها روايات متعددة، ولعلنا نتطرق إليها إن شاء الله فيما بعد، أننا عندما نفقد بالموت هذا البدن، الله سبحانه وتعالى يعوضنا ببدن آخر، وذلك البدن الآخر هو البدن المثالي، عالم المثال. هذا عالم يختلف عن عالم المادة، مثل هذا البدن بالضبط، له طول وله عرض
هل لذلك البدن عمق أو لا؟ الروايات لم تتطرق إلى ذلك. الحكماء يقولون هذا البدن له طول وله عرض ولكن ليس فيه عمق. على كل حال هذا شيء ثابت أو مو ثابت. الشيء اللي ورد في الروايات وهو حقيقة ثابتة أنه الله سبحانه وتعالى يجعل الأرواح في أبدان مثالية وفي قوالب مثالية مثل هذا البدن بالضبط. ولذلك أنتم عندما تشوفون ميت في عالم الرؤيا تشوفون النفس هو ما اختلف عن حالة الحال، هو تشوفه بطوله وبعرضه وبهيئته مثل ما كان عندكم في حالة الدنيا. شلون كان تشوفوه في الآخرة هالشكل؟ هذا مو واهم وإنما هو حقيقة. أنت في عالم الرؤيا روحك تنفتح على عالم ثاني وتشوف الميت. هذا الميت لم يتحول إلى روح مجرد وإنما تحول إلى عالم آخر، وله في ذلك العالم الآخر حتى هذا البدن ولكن في صورة مثالية وفي قالب مثالي. إذن في الواقع السؤال الأول سؤال عن ما هو الموت؟ الجواب في المفهوم الديني الموت مو يعني فقدان وإنما يعني انتقال من نشأة إلى نشأة ثانية. السؤال الثاني هو السؤال الذي يصطلح عليه بمطلب لما؟ لماذا الموت؟ ليش احنا نموت؟ احنا كلنا نحب الحياة ونحب الخلود في هذه الحياة ونكره الموت، ليش نموت؟ الجواب على ذلك ببساطة لأننا لم نخلق لهذه الحياة. الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا لهذه الحياة وإنما خلقنا لحياة أخرى لحياة ثانية. هذا مثل الجنين في بطن أمه، إذا فوضنا إليه الاختيار أنه تريد تبقى أو تطلع إلى هذه الدنيا، لعله إذا كان عنده شوية من الشعور والإدراك والأمر كان بيده ربما كان يقول لا أنا أبقى هنا لأن هنا أروح لي، لأنه يقتحم عالما مجهولا هو عالم هذه الحياة ما يفهم شنو هذا العالم، يقول لا أبقى هنا هذا أفضل. ولكن الجنين يجب أن يخرج من ذلك العالم لأنه لم يخلق لذلك العالم. نحن أيضا لم نخلق لهذه الحياة، الله تعالى ما خلقنا لهذه الحياة، ولذلك يجب أن نغادر هذه الحياة لأننا مو مخلوقين إلنا. لكن الإنسان قلبه منشد في هذه الدنيا. هذا مثل واحد رايح في فندق في غرفة يجب أن يبقى يوم يومين ثلاثة أيام، ينشد قلبه بهذه الغرفة، يعمر هذه الغرفة، يتأثر إذا حدث هنالك أي خلل أو أي إشكال. أنت مؤقت. في بعض الروايات الدنيا قنطرة، هذا جسر، واحد يروح شايفين على الجسر يبني بيتا، هذا مو مكان بناء البيت، هذا ممر، هذا مو مقر. الدنيا ممر لا مقر كما ورد في الحديث. في حديث آخر الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. القنطرة مو مال العمارة، واحد يعمرها يبني بيت فوق الجس، وإنما يجب أن يعبر. هذه الدنيا إنما جعلت قنطرة، مكان امتحان، قاعة امتحان، نجي
نؤدي امتحاننا، ننجح إن شاء الله أو يفشل البعض والعياذ بالله، وبعدين لازم نطلع. فإذا السؤال الثاني: لماذا الموت؟ الجواب على ذلك: لأننا لم نخلق لهذه الحياة، وإنما طاعة امتحان، مو أكثر من هذا. السؤال الثالث: هل الموت أمر مخيف؟ الموت شيء يخوف؟ الجواب: إذا كان الموت مرحلة من مراحل الاستكمال للمؤمن، فلماذا الخوف؟ الشاعر يقول: ما ترجمته في يوم من الأيام كنت جمادا. احنا قبل شنو كنا؟ كنا جماد، كنا تراب، طين كنا. في يوم من الأيام كنت جمادا، ثم بعد ذلك خلعت لباس الجمادية ولبست لباس النباتية. كان جماد يعني تراب، ثم خلع لباس الجمادية وتحول إلى تراب، وتحول إلى التراب إلى نبات. هذا النبات شنو هو؟ هذا جسمه، كثافته شنو هي؟ تراب كانت، تحولت إلى هذا النبات. فهل نقص النبات عندما نفض عن ذاته رداء الجمادية أو كمل؟ نقص أو كمل؟ لا، كمل. هذا النبات تلبس بالحياة النباتية. في يوم من الأيام هذا النبات وفق مسيرة التكامل اللي الله سبحانه وتعالى قررها خلع لباس النباتي. شنو صار؟ صار حيوان. الحيوان أكل النبات فأصبح النبات حيوانا. هذا الحيوان عندما خلع لباس النباتية وتحول إلى حيوان، نقص أو كمل؟ لا، كمل. الإنسان أكل الحيوان فتحول ذلك الحيوان إلى إنسان، هذا الإنسان نفض رداء الحيوانية وأصبح إنسانا، هذا كمل أو نقص؟ هذا كمل. في يوم من الأيام أيضا الإنسان يخلع قالب هذا البدن، يخلع هذا القالب ويتحول إلى حياة ثانية، هذا في خوف؟ لا. الإنسان إذا كان مؤمنا في مسيرة التكامل باستمرار دا يتكامل من الحياة الجمادية إلى الحياة النباتية إلى الحياة الحيوانية إلى الحياة الإنسانية إلى الحياة الحقيقية وهي الحياة الأخروية، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. إذن ما في خوف. لذلك الله سبحانه وتعالى يخاطب اليهود: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. يتمنونه ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. إذا واحد ما أعد للحياة الثانية يخاف الحياة الثانية، طبعا يخاف الحياة الثانية. إذا الجنين في بطن أمه ما استكمل الأدوات اللازمة للحياة الدنيوية، هذه الحياة يجب أن يخاف. يعني إذا عينه ما كانت كاملة، هذا يجب أن يعيش 80 عام أعمى في هذه الحياة، وهناك أرواح. إذا أجهزته وأنسجته وخلاياه وقواه ما استكملت في تلك الحياة، يجب أن يخاف من هذه الحياة، لأن يجي في هذه الحياة 80 عام أشل، مشلول، أعمى، معوق، يجب أن يخاف. النقلة هي في ذاتها لا تخيف، ولكن الشيء اللي يخيف أن الإنسان لم يعد اللوازم لتلك النشأة.
الله تعالى يقول في الآية الكريمة: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. هذا هو الذي يخفي، وإلا الموت في حد ذاته لا يخفي. ولذلك الإمام الحسين صلوات الله عليه في يوم عاشوراء، إحنا نسمع فتشي يقال له شهادة، يقال له موت. الحقيقة إذا واحد يتصور الشهادة ويتصور الموت، هذه من أشد الأشياء على قلب الإنسان، لأن معناها انتهاء كل شيء، بما في ذلك أهم شيء وهو حياة الإنسان. أهم شيء عند الإنسان شنو هو؟ حياته، هذا أهم شيء. كل شيء دون أهمية الإنسان عند ذاته، هذا شيء ثابت في علم النفس وفي غيره أيضا. الإنسان يقدم على الموت بتلك الصورة. قال لهم الإمام الحسين صلوات الله عليه لأصحابه: صبرا على الموت أيها الكرام، فما الموت إلا قنطرة تعبر بكم من بؤس الدنيا إلى نعيم الآخرة. وإني سمعت أبي، يعني علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، يقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فالموت ممركم إلى نعيمكم وممر هؤلاء إلى جحيمهم. ولذلك كأنه كانوا يشاهدون الآخرة، أو شاهدوا الآخرة بالفعل، لبسوا القلوب على الدروع، الدرع يأخذوه حتى يحمي القلب، حتى يكون وقاء. ولكن إذا واحد عاشق للموت يلبس قلبه فوق درعه، لبسوا القلوب على الدروع وأقبلوا يتهافتون على ذهاب الأنفس. الجنة كانوا يشوفوا هاي الجنة، واحد يخير بين هاي الحياة وتلك الحياة، الحياة الحقيقية، يختار هذه الحياة. أكو باب لطيف في الكافي، أن المؤمن لا يكره على قبض روحه، ماكو إكراه. المؤمن لا يموت إلا طائعا وراغبا ومشتاقا، لأنه يشوف الحياة الأخروية. هذه الرواية مذكورة في الكافي للكليني رحمة الله تعالى عليه، باب أن المؤمن لا يكره على قبض روحه، لا باختياره. في البداية يتأثر، يتأذى، ولكن عندما يعاين ويقارن بين هاي الحياة وتلك الحياة، أكون مقارنة بين هذه الحياة وتلك الحياة. الجد رحمة الله عليه في أخريات أيام حياته، بعض كانوا ينقلون عنه هذه الكلمة، كان يقول: كافي بعد، عشنا في هذه الحياة، لنذهب ونأخذ أجرنا عند الله سبحانه وتعالى. الإنسان المؤمن أحيانا يصل إلى هذه الحالة، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قلت لأبي عبد الله: جعلت فداك يا ابن رسول الله، هل يكره المؤمن على قبض روحه؟ قال: لا والله، إنه إذا أتاه ملك الموت لقبض روحه جزع عند ذلك. بعد واحد يترك كل شيء، يترك بيته، يترك أمواله، يترك أولاده، يترك عائلته، 70 عام بنى علاقات اجتماعية كلها لازم يتركها، هذا جدا مؤثر في النفس. فيقول له ملك الموت: يا ولي الله لا تجزع، فوالذي بعث محمدا
صلى الله عليه وآله: لأنا أبر بك وأشفق عليك من والد رحيم لو حضرك. إذا أبو رحيم، أبو عند شفقة، أحيانا شفقة الأب تكون بحد اللي لو دار أمره بين أن يتمرض ابنه أو هو يتمرض يختار أنه هو يتمرض، المصيبة تصيب ابنه أو تصيب نفسه، من شدة رحمته يختار له أن المصيبة تصيبه ولا تصيب ابنه. إذا المصيبة أصابت ابنه يتأثر أكثر مما لو أصابته، هو يتحامل على نفسه، ولكن إذا الابن أو البنت أصيبت بمصيبة يتأثر أكثر من ذلك. هذا الوالد الرحيم أو الأم الرحيمة. ملك الموت يقول: أنا أبر بك وأشفق عليك من والد رحيم لو حضرك. والوالد حفظه الله يرى أن كلمة الوالد تشمل الوالد والوالدة في الروايات، في بعض المواقع ذاكر هذه الكلمة من الفقه. الوالد يعني من ولدك، من ولدك يشمل الوالد والوالدة، فلعل هذه العبارة تشمل الوالدين، ولذلك نقول والدان. افتح عينك فانظر، قال: ويمثل له رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والحسن والحسين والأئمة من ذريتهم عليهم السلام، كلهم يحضرون عنده أو يمثلون له، فيقال له: هذا رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة عليهم السلام رفقاؤك. واحد يختار هؤلاء الرفقاء اللي في الدنيا أو يختار تلك الرفقة. قال: فيفتح عينه فينظر فينادي روحه مناد من قبل رب العزة فيقول: يا أيتها النفس المطمئنة إلى محمد وأهل بيته. ارجعي إلى ربك راضية بالولاية مرضية في الثواب فادخلي في عبادي يعني محمدا وأهل بيته وادخلي جنتي، فما من شيء أحب إليه من استلال روحه واللحوق بالمنادي. هذا أحب شيء. فإذا الموت في حد ذاته مرحلة من مراحل التكامل التي قدرها الله تعالى للإنسان، ولكن الإنسان يجب أن يحاول أن يعد لتلك النشأة. السؤال الرابع ونكتفي بالإجابة على هذا السؤال: الإنسان عندما يموت تنقطع علاقته بهذه الدنيا، يعني انتهى راح؟ لو لا، يبقى هنالك نوع من أنواع العلاقة بهذه الدنيا. الروايات الشريفة تجيب على ذلك أنه لا، العلاقة تبقى. هنالك نوع من أنواع العلاقة بين الإنسان وبين هذه الدنيا تبقى، الروايات في هذا الباب متعددة، ولكننا نكتفي برواية أو روايتين. هذه الرواية مذكورة في المجلد 14 من مرآة العقول،
الرواية الأولى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن المؤمن ليزور أهله، كأنه هذا الانشداد وهذا الحب يبقى. بالنتيجة هذا بيته، هذا ابنه، هاي بنته، هاي زوجته، فهذا الانشداد كأنه يبقى فيزور. إن المؤمن ليزور أهله، لاحظوا لطف الله ورحمة الله بالميت. بعد هناك المؤمن بعد تحمل في هذه الدنيا العناء، المشقة، الأتعاب، 80 عام أكثر أقل، بعد الله سبحانه وتعالى ما يريد أن المؤمن أيضا يعاني في تلك النشأة. إن المؤمن ليزور أهله فيرى ما يحب ويستر عنه ما يكره. إذا مثلا أكو مريض في العائلة، أكو مشكلة في العائلة، هذه الروح تأتي، ولكن الله سبحانه وتعالى يستر عنه ذلك المكروه ليشوفه. إذا شيء محبوب من صحة، من ربح، من سلامة، من صلاة، يشوف أهل دا يصلون، يصومون، يقرؤون القرآن، فيفرح بذلك، فيرى ما يحب ويستر عنه ما يكره. وإن الكافر نعوذ بالله ليزور أهله فيرى ما يكره ويستر عنه ما يحب. هذا المؤمن وهذا الكافر. قال: ومنهم من يزور كل جمعة، في كل يوم من أيام الجمعة يزور أهله بعض المؤمنين، ومنهم من يزور على قدر عمله. يعني إذا هواي مؤمن يمكن يزور كل جمعة، واحد يجب في أيام الجمعة يذكر أسلافه، أجداده، آباءه، أمهاته، مو فقط أبوه، جد، جد إلى آدم صلوات الله عليه، المؤمنين منهم ذول كلهم لهم حق عليه إلى آدم. أبونا آدم هواي إلى حق علينا، أمنا حواء إلها هواي حق علينا، واحد يذكر آبائه، أجداده، جداته إلى آدم، المؤمنين منهم، يترحم عليهم، يستغفر لهم، لأن ذول كلهم وقعوا في السلسلة الوجودية لوجودنا، على الوجودية ظاهرية لوجودنا. ومنهم من يزور كل جمعة، ومنهم من يزور على قدر عمله. الرواية الثانية: قلت لأبي الحسن الأول، إسحاق بن عمار الظاهر، يعني الإمام الكاظم صلوات الله عليه، يزور المؤمن أهله؟ قال: نعم. قلت: في كم؟ قال: على قدر فضائلهم. شنو كانت مرتبة المؤمن في هذه الدنيا؟ بقدر تلك المرتبة والفضيلة يسمح له بزيارة أهله. منهم من يزور في كل يوم، بعض الأموات كل يوم يزور أهله، ومنهم من يزور في كل يومين، ومنهم من يزور في كل 3 أيام. قال: ثم رأيت في مجرى كلامه، يعني إسحاق بن عمار يقول أن الإمام الكاظم صلوات الله عليه قال في ضمن كلامه: أدناهم منزلة يزور كل جمعة، في كل يوم جمعة، هذا أقل المؤمنين منزلة يزور أهله. قلت: في أي ساعة؟ قال: عند زوال الشمس ومثل ذلك، عند الظهر، قريب الظهر، واحد يتذكرهم، يعطي صدقة عنهم، إلى آخر الرواية. فإذن هذه العلاقة التي كانت لا تنقطع، بل يظهر من بعض القضايا المنقولة أشياء عجيبة عن تلك الحياة. أكتفي مختصرا ببيان هذه القضية. الشيخ عبد الكريم الحائري
رحمة الله عليه مؤسس الحوزة العلمية في قوم، توفي في عام 1355، يعني قبل حوالي 75 سنة. هذا العالم الكبير توفي. أحد العلماء واسمه السيد صدر الدين الصادر أنشأ قصيدة في الشيخ عبد الكريم بعد وفاته. آخر هذه القصيدة بيت يتضمن تاريخ وفاته. هذا متداول بين الشعراء، يضمنون القصيدة تاريخ الوفاة. الشطر الأخير جدا لطيف لفظا ومعنا وتاريخا، يقول: لدى الكريم، من هو الكريم؟ الله، هذا عبد الكريم، فالكريم هو الله. لدى الكريم حل ضيفا عبده، واي لطيف، عبد الكريم. هذا الشطر يحتوي على اسمه عبد الكريم، ويحتوي على تاريخ وفاته بحساب الحروف 1355، ويحتوي على الأمل بالرحمة الإلهية. لدى الكريم حل ضيفا عبده، يعني عبد الكريم راح إلى الكريم. يقول: نمت فرأيت أني أمشي في بستان وأنا غافل عن أنه هذا عالم الرؤيا. أنا أظن هاي عالم الحقيقة، في حالة الرؤيا أنا أظن هاي حقيقة. في بستان عجيب مو مثل بساتين الدنيا. يقول: أخذت أمشي هالشكل، أتمشى وأشوف منبهر بهذه المناظر. يقول: إجا واحد قال لي للسيد صدر الدين الصدر: هل تريد أن ترى الشيخ عبد الكريم الحائري؟ قلت: نعم. قال: تعال. يقول: رحنا مشينا وإذا بعمارة، صعدنا دخلنا في غرفة وإذا بالشيخ عبد الكريم واقف ودا يتفرج على البستان والأزهار والأشجار. يقول: اجيت وأنا أظنه في حالة الحياة، أنا ما أعلم أن هذا حلم. فسلمت عليه، سألت أحواله شلونه، قال: الحمد لله جدا جيد. فقلت له: إني أراك وحيدا في هذا البستان، إذا تأذن أنا أجي لأقوم بخدمتك. فقال: الآن مو وقت جيتك، الآن مو وقت مجيئك، الناس عندهم شغل وياك، وإنت عندك أعمال لازم ترجع. ثم رفع يديه وقال: لا، لست وحيدا، لست وحيدا، أنا مو وحدي هنا. يقول: أنا فجأة انتبهت إلى أنه ميت، كنت أظن أنه حي وأنه هذا عالم الدنيا. فجأة إجى في بالي: لا، أن الشيخ مات وأنه هذا عالم الآخرة. فقلت له: كيف حالك يا شيخنا في هذا العالم؟ فقال لي الشيخ: لدى الكريم حل ضيفا عبده، يعني أنا وفدت على الكريم، بعد ما يحتاج إلى سؤال أحوالي. الشيخ عبد الكريم الحائري في العالم الآخر مطلع على هذا البيت الذي قاله هذا العالم. ومن هذه القضايا كثير، نكتفي بهذا المقدار. الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية التي تلوناها: كل من عليها فان. أكو ملاحظة لا تدققون فيها، سورة الرحمن في سياق آلاء الرحمن،
ونعم الرحمن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، فجأة كل من عليها فان. كأن هذه النعمة من نعم الله على الإنسان، الفناء نعمة، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات فنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهات، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي